من هاد اللغه هاي لينا وجدان يعملوا لنا كل شيء بالمواصل يعملوا والله كان كثير ويجمعون الحبايب كل اهل المحلي والكل يتعاونون عليه للكليشة يحطوها بالسويني ويودوها على الفور مال السوق يشوها ويجيبوها نجي نجيب العجين طحين الصفر ونحط له هيل ونحط له شو اسمه خمره ونعجن ودهن دهن مال التنك ما نحط له زيت بدهن نعجنه وتنقوم نصورها ونحشيها بالجوز والتمر والسمسم والجوز النرجيله وملبس نحط له ومدوغايات نعمل ما نعمل كيلو كيلو نخبز من هاي التنكات الدهن كبيره نثيها ويعملوا اهلنا يقسمون منا ويعملوا كثير ما يعني اسف جلاس يعملوا كيلو كيلو وين مال يوم يومين قبل تنكاي كبيره يعجنوها ويعملوها وحدي زنود الست يعملوها مثل ونوبي هاي فهيمه ونوبي هاي يقدلوها ومهي عين البقره يقدلون اشكال يعني يصورون بيدهم يتفننون بصناعته كل واحد يتعمل شكل والله كل الاولاد يعجبهم تمر وكل منهم يعجبهم الجوز نعمل نحن حسب الطلب نعمل من كل الانواع وقعد من اولاد يمي يلتمون يفرحون لو ما تقول ليش قاعدين الاولاد اخر مية الكنيسه للاولاد يفرحون بيها هم لنا الكبار